مجموع الضحايا المتوفين سبعة، ضمنهم شخص مسن مفقود. ما زالت هنالك تعبئة وعمل مكثف في الميدان من أجل العثور عليه. سبعة أشخاص. ثانيا، ما يتعلق بتحديد المسؤوليات المرتبطة بالحادث، هنالك عملية بحث وتحقيق جارية لا يمكن أن نستبق. سهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على الرسول الكريم، ليترحم بعد ذلك على شهداء فاجعة الفيضانات التي فاجأت شبابا ومعهم عددا من المواطنين في ملعب لكرة القدم بدوار تيزرت إقليم تارودانت، مشيرا إلى أن جميع السلطات المعنية معبأة للبحث عن المفقود المتبقي، داعيا العلي القدير أن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. الحكومة الذي انعقد اليوم سيناقش التدابير والإجراءات المطلوبة التي يجب اتخاذها كي لا يتكرر مثل هذا الحادث الأليم في مناطق أخرى.